خليني أبدأ مع حضراتكم بالتفصيل باستعراض مجموعة من هذه الأخبار. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك الأردن عبد الله الثاني في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، وده في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدولتين، وخاصة لدورهم التاريخي والمحوري في القضية الفلسطينية. أعرب الملك عبد الله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبا بزيارة رئيس، مؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية. خلينا نتوقف عند تفاصيل هذه الزيارة. احنا بينضم لنا على الهاتف سيادة السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ومندوب مصر الدائم الأسبق في الأمم المتحدة. يا سيادة السفير، مساء الخير وتحياتي لحضرتك. سيادة السفير. أيوة. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. مساء الخير. بنتكلم عن زياره الرئيس السيسي للمملكه الاردنيه الهاشميه، وبنتكلم عن التاريخ، العلاقات المصريه الاردنيه في تلاقي في جوانب عديده، الجانب الاستراتيجي والسياسي، وايضا التوافق والتلاقي العسكري، وايضا التلاقي السياسي. خلينا نتحدث يا فندم، كيف تابعت وقرات هذه الزياره؟ الواقع أن هذه إحدى القمم التي تم تنظيمها منذ سنوات فيما بين مصر والأردن، وكانت زيارة السيد الرئيس لعمان أمس استمرارا لمساعي مصر للتوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال التفاوض أخيرا حول القضية الفلسطينية. لو نعلي الصوت يا أساتذة بعد إذنكم. نعم. أيوة يا فندم، اتفضل أنا بسمعك. ومواصلة الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقد سبق قمة الرئيس والملك عبد الله الثاني ابن الحسين زيارة لرئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل لرام الله، لقائه مع الرئيس محمود عباس بالسعي لإحياء مساعي السلام، وخاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن سوف تتولى زمام الأمور في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الأربعاء 24 يناير. وأهمية تأييد الإدارة الأمريكية الجديدة لجهود السلام فيما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد لاحظنا ان جلاله الملك عبد الله الثاني خلال الزياره اعرب عن التقدير لجهود مصر ومساعيها في دعم القضيه الفلسطينيه بالتوازي مع جهود مصر لتثبيت الهدوء في قطاع غزه وتحسين الاوضاع الانسانيه والمعيشيه والاقتصاديه في القطاع، واتمام في ذلك الشأن وإتمام الترتيبات. طيب سيادة السفير، عذرا للمقاطعة، احنا بنتحدث عن دولتين في الشرق الأوسط، الدولتين بيحظوا باستقرار أمني وسياسي، بتكلم عن جمهورية مصر العربية وبتكلم على المملكة الأردنية الهاشمية. تلاقي وجهات النظر والتنسيق بين الدولتين دول في ظل إقليم مضطرب في بعض الدول، ده هيكون دلالته إيه وبيعكس إيه على السياسة الإقليمية يا فندم؟ بالتأكيد هناك مواصلة للتنسيق فيما بين البلدين وبين الزعيمين لأولا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي للإرهاب وحصره ودحره ودعم القوى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة ومصاولة مواصلة التشاور والتنسيق المتواصل من أجل توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفاعلية خلال الفترة القادمة لتنشيط الآليات الدولية لديناميكية مفاوضات السلام الذي يلزم
أن يشمل إيقاف الاستيطان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وانسحاب إسرائيل منها إلى خطوط 4 يونيو 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرارات الشرعية الدولية. سيادة سفير منير زهران، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.